ممكن نقول هنا ان المساله بدات من زمان، يعني من 1882 كان هناك يعني لجوء لليونسكو حتى يعني تتبنى هذا الموضوع، وكان مع متحف النوبه. تمام. ومن هنا كان انشاء ما يسمى صندوق انقاذ اثار النوبه. وكان التمويل جزئي وهدفه متحف قومي للحضاره بالاضافه الى متحف النوبه. والهدف كان في فكرة الحملة الدولية للحفاظ على آثار النوبة، فبالتالي دخل هذا المشروع مشروع متحف القومي للحضارة تحت إطار هذه المظلة. وإن كان تمويل أغلبيته جاي من الحكومة المصرية حوالي 2 مليار فعلا؟ لغاية دلوقتي اللي مصروف على الإنشاءات إحنا بنتكلم في حد أدنى 2 مليار جنيه مصري، مبلغ كبير جدا. ومبلغ كبير، وتعرض لكثير من العثرات المالية والسياسية نتيجة الأحداث اللي احنا مرينا بيها. ولكن حجر الأساس كان في 2002، وبدأ بعد كده التطور بتاع إنشاء هذا المكان. يعني تم اختيار هذا المكان لماذا؟ يعني نقلنا من منطقة الجزيرة في القاهرة، وسط القاهرة، إلى هنا، لماذا؟ الفكرة كانت الفسطاط وأول عاصمة لمصر الإسلامية، وكان بدأ مع وضع حجر الأساس والانتقال. كان فكرة ملامح فكرة تطوير هذه المنطقة بدأت تبان، ما كانتش موجودة زي ما هي ما شايفينها احنا دلوقتي من تطوير بحيرة عين الحياة والمنطقة اللي حواليها. الفكرة الأساسية إن إحياء هذه المنطقة مرة أخرى. يمكن حضرتك والناس المشاهدين كلهم يعلموا ان هذا المكان كان من الصعب مختلف تماما. حدث هذا الاختلاف، وفي استمراريه ان شاء الله له، كما اعلن دوله رئيس الوزراء ان في مشروع اكبر لتطوير هذه المنطقه.